مبادرة هي ليست أولى المبادرات التي أطلقتها جامعة دمشق لدعم وتأهيل الشباب لا سيما من أبناء وذوي الشهداء هنا وعلى مدرج جامعة دمشق وتحت عنوان مؤهلات التسويق الإعلاني والإعلامي التي أقامها فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وذلك بالتعاون مع مجلة أوروبا والعرب. تم تخريج المتدربين من ذوي أسر الشهداء والطلبة الجامعيين من مختلف اختصاصات جامعة دمشق. نحن طبعا نبارك في هذه الخطوة الهامة، وهذا يعني ربط الجامعة بالمجتمع المدني. هذه الاستراتيجية نعمل عليها منذ فترة طويلة نحن، واليوم كما ترون يعني بدأنا بهذه الفرصة، أيضا فيها تدريب وتأهيل 1,000,000 شاب سوري، واليوم تخريج الدفعة الأولى. هذه الدورة كانت مكثفة أسبوع وبمعدل 30 ساعة في الأسبوع. اليوم نحن في هذه الفعالية نقوم بتخريج 40 من ذوي الشهداء وطلاب جامعة دمشق الذين انتبعوا دورة للتسويق الإعلاني والإعلامي، حيث سيتم تأمين 20 فرصة عمل للمتفوقين الأوائل، عدا عن الشهادات التي ستمنح من الشركة الراعية إلاف ترينينج البريطانية. قام على تدريب هذا الفريق شركة تأهيل وتدريب حملة 1,000,000 شاب سوري مجانا. كما تم تكريم ذوي شهداء جامعة دمشق الذين اتبعوا الدورة التدريبية، ومنح الطلاب الأوائل فرصة للعمل مع كادر مجلة أوروبا والعرب. هاي الورشة عملناها كرمال نحن نطلق كادر جديد يكون بطاقات شبابية، نرفض كادر المجلة، اخترنا 40 شاب وصبية، رح نختار منهم 20 شخص مميز بعد الدورة اللي كانت هي لمدة أسبوع، رح نمنحهم فرصة عمل بالمجلة. هلا بالنسبة للدورة، هي كانت أول مرة بتصير بهي الطريقة، يعني إنه كان في أول شيء فرصة عمل، وهذا الكلام كتير مهم بالنسبة للشباب. اثنين، كتير مهم إنه نحن نأهل بمجال تخصصي معين، يعني الموضوع ما هو موضوع إنه أنا كيف أقدر أعطي تسويق ومبيعات بشكل عام، هنا بدهم يشتغلوا على شيء اسمه تسويق إعلاني. أضفت لنا مهارات تسويقية، التسويق مو بس تسويق بضاعة أو تسويق مثلا كيف بدي أوزع بضاعة، تسويق شخصية، كيف تعلمنا عن مهارات الجسد، تعرفنا عن لغة التواصل، عن البادي لانجويج مثلا، كيف أنا بقدر أقنع مدير شركة مثلا إنه كيف بدي حط إعلان عنده مثلا. سجلت بدورة مؤهلات تسويق الإعلان لحتى أستفيد وكون أخذ شوية مهارات لحتى أقدر أكون مؤهل لحتى أفوت على سوق العمل. هم أبناء سوريا يسعون للتفوق من أجل بناء سوريا الحديثة والوصول بها إلى بر الأمان.